بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله عز وجل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله السن وندس عزيزا نربو حسن رب العالمين سبحانه وتعالى أيث ثمثن زلاغ ثمثين يعني نتميل الدافكرة النصائح ديفكا الشرع النغ وين يعني غادي يروح غادي زوج غادي آه يسعون الهان آه ارجاز آه ركاز غادي ثم الطوثي ولمن كذلك ثم الطوثي يعني غاتختير ثي ولتي ولمن ذاين فشون راه غيتجنا باللي غصَر بقرن مدند قارن مدن ولكن مدام يفكّان الاختيار رب العالمين سبحانه وتعالى أن ثمتوثهين تحرم عفويهن يحرم مثاني ونذر حد يوثُنُ يوثون سعيارا يغ الشرف كذلك مثلا ثمتوثي حرم في الله رب العالمين تساغر جزون سعيار الشرف ونسعيار مثلا الخلق ونسعي الامانه ونسعي الدين كذلك الكازي حرم في الاسد زوج مثلا غير المسلمه وذي زوج مثلا يوثي اللان مثلا يعني نفغ الشرع رب العالمين سبحانه وتعالى لينا رغي ندني باللي ما دام مساله الاختيار اذا الا الحساب والعقاب والحساب والعقاب والثواب والجزاء والعقاب اريد سيليا راه الوحي سننت العباد مره لو كان حاجة هي غادي المكتوب ذي لين ونتم حسب راه فاسن رب العالمين سبحانه وتعالى في الناس النصيحة سيرد في بإذن الله سبحانه وتعالى غير كازن ديما مركرن ضغا دختار تمطوث ارا ارزوجن ومن بعد ان شاء الله هدا سن وسن ندار نهضر ضغا تمطوث خير النصائح ام خثير تخثير الكاز ادنيني غاسي بإذن الله سبحانه وتعالى الكاز لازم هذه يختار ثم قلان تسنى تخدم الشغالات وخام فعلا ماشي غنش يعني ذيني لن القروني قعدان نغذ كذا وانما ذين نطلي اللي خدمت المشاكل يدوني في مذانا نتورا خطر اشحال يعني ذويذي لن زوجن التفت يعني ثم طوثني اه تعداز في الخدمه وخام واستقار يعني ورقاز ولا ذي الوجب في اللي تعريت في غنيك اتخدمت الشغل وخام يعني تنشفت يدي يعني تصوت يدي يعني نخدم النوفا الى اخره يعني فهذه القضيه قضية درسنت يعني القضية هي درسنت الفقهاء سيكزيكني سيكزيكني على كل حال ومن بعد اختلف نزيس المسألة ذروس دروس الفقهاء دين واحد واحد في المية يقول لنا نندي يعني الخدمة انت مطوث الزخل وخامس ان تخدم زوجها قل ما سائلي نست يعني السرد القشيس الى اخره انشتين نندي يعني أماكن كن ذلمزيام ولكن 99% من الفقهاء من المسلمين يعني ان يعني الخدمه وخا ما في ماشي نسل وانما ذا الواجب ساكن نق فرض رب العالمين سبحانه وتعالى غرقاز ذي دي روح الدشكو يوكن اه دي بغر وخامي ما يوكن دي السلسط مطوث يوكن تسد يوكن تزدا يوكن مثلا تزاوي الى غير ذلك اكن دغن بالمقابل انه فم الطوثيين لفودا يتسايل سورقاز نكرا الواجب كي ان تخدمه ولذلك اكتشف ان دانشتايق الايه قاش يدقار رب العالمين سبحانه وتعالى آه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه يعني رب العالمين سبحانه وتعالى في ثم الطوس دخل الاسره انسزلني الحقوق يتسيل ورجزني ولكن رجزني في كيس وثم قال لن سنين سمطوس أني ذا شو الايه طنين قوال رب سبحانه وتعالى ان دي قار الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يرجزن ذني ثنيا يدي خدمن غفظ مطوثي فراني وكنا سداويني وكنا تعيشن على كل حال دي الواجب في اللسن ماشي المعنى ينسب اللي حرامة خدمت مطوث براني وخام ماشي ذوي ذي دن الهضران نظ وإنما المعنى ينس ذي الواجب يرجز فمطوف الزيادة على كل حال ما يلتخدم ولكن رجاز لازم يخدم لازم ما يشقو ذنتسان ولو كان تمطوف استسعى غذريم ولكن ذنتسان ردي خدمن في اللاز خاطر يكلف فيه رب العالمين سبحانه وتعالى سنفقا غيم بما أنفقوا من أموالهم ويقرض رب العالمين ولينفق ذو سعة من سعاته ويوشو ذا غن الفقهاء يعني النندب اللي ثمطوث أتخذم يعني نذقو خامس بلان المزياس خطر طلا الخالث من الصحابة رضوان الله عليهم أم كلان تشغل انت داخل وخام الشغلين يدي يعني ذا فدي ذو وخام المعنى ينس مثلا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ثلاث زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه إنك يعني تخدم شغاله وخام حتى يعني دار رجازي سي ساعة كاين الفرس يعني اه أجدعون الحصون انت سي حتى العلف وتتبد حتى قفرة تكسد يد الحشيش قفرة الى غير ذلك يعني تمشارك يد النثية وكذلك فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاود في اللاس علي سعالي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه تخدم يعني سكركور تزاد سكركور كي لم تشقي يقني فالسنيس تنعتب مليح وانت تزوج تمزيان أه وكذلك تثبت الشمخ يعني ومان والقرب يعني مثلا ديلو ومان الى غير ذلك سيسي سي, سي مورني لم يدي جلا فركي اذا سدو ييرس وتنعتب مليح ومن بعد تهلاك أه يعني ثقارة سي علي كي لازم يتعاونت ني لازم يخدم تخدم تزدخل وخام يعني تاويت يوثن تاكلي ثكايه تيلي غرغوري فان يعني, يعني يرفض الامر ينسي للنبي صلى الله عليه وسلم يسد الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم جوجارسا يحكم بما يلي يعني الخدمه الظاهره على علي والخدمه الباطنه على فاطمه يعني علي اذلته يثورث وخام غرف الران غادي يخدم يشقو الحصون فاطمه غتسلته يثورث وخام غير داخل ماشي المزيه يخدم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الليس افضل يعني آه النساء يحكم في الليس انه لازم تخدم يستخدم مركزي وخاميس وفعلا كذلك تكمل لك يعدا يعني في كل سطنين كي دكي الخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثروح فاطمة يوكن يعني اتصل زي سكي ولو كان سدكي وثم تخدم تكي تمزين السنداء اتعاه تعيوني يعني زدخل وخام هو قل شغالة وخام ثن حشام يغالي تبعي تسيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذو الناس ثوسيت تحوشت الحاجة ثعودات النحشام استيني الرسول صلى الله عليه وسلم يعد تعالين الناس يا رسول الله تساد اش تطلبت خدامتي قوم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يا فاطمه اتقي الله وكوني في شغل اهلك ان يا ربي عز وجل تفاطمه تخضمت أي الدفر ضرب العالمين سبحانه وتعالى للخدمين ميورقازيم يعني ان تخدمي زوجك ماشي ذا المزيه تخضمت ما يعني ثبتت الاشغالات وخاميم الاشغالات وورقازيم ان ياسما الا غندم لغا وين طلبت الا ادلك على على خير مما تطلبين الناس ذا شو يا رسول الله إذ باباس الناس رسول الله عليه وسلم الناس مارث رحت تستصد ثريتي يعني أشطو بما غير ندام إذ على الجهة اليمنى الناس سبح رب العالمين 33 بردان حمزي 33 بردان كبري 33 بردان 99 صفي كل شيء الناس وتمام المئة إنيد لا إله إلا الله الناس مكس مرة العثب والسني بإذن الله سبحانه وتعالى أنشتايد نهضر كي وكنا ذكس الخلاف في خامن لا ربما كران آه لربما لا ربما في الشغل وخامي ولكن إذا ما يطنين ماشي ذي العيب أرجاز ذي رفوسيس وكنا ذي عيون تمطوثيس أكيد اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعلم تمطوث باللي غارجاز ما يلي راد فوسيس وكنا ذي عيون تمطوثيس انشتايذ تكرر من الأخلاق صغورس ماشي ذي الواجب في اللاس إلا النبي صلى الله عليه وسلم الدخشام يتخيط القشيس يتخيط الصباطيس يشلالي قباش الوحي غنة مثلا في كوالي تعاوني تعاوني ثني دي وكنا الخدمة للطعام يعني الماكلة في مثلا انسان يدي خدمني قباش يعني يصنع دي قباش كيسي يذقي ولكن قرن ساكس اللي لغيسلا الاذان بلال الدم اذكر هذه سرس كل شيء اللي انقريف السنس وذي فغم زنور ثنسين وذغي السين فاذا يعني انشتايد طراحهم جارز زوجين ما يلا يران يعني ورقزة فوسيسي وكنا ادعي وانطمطو ثيس العيب ماشي الى صغري انت ولكن تعلم ثمطوث باللي ذي المزيان خدم الزيس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته